حديث عون يأتي فيما تتواصل أزمة المحروقات ونقص الوقود، هو ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مدن لبنان، كما يعاني أكبر مستشفى عام من نقص الوقود والإمدادات الطبية وسط موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا. في لبنان تلاحق الأزمات جميع قطاعات الدولة في ظل استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية. هنا في أكبر مستشفى عام في لبنان يواصل الأطباء جهودهم لاحتواء انتشار فيروس كورونا، لكنهم والمرضى يشكون من نقص الأسرة في ظل اكتظاظ المرضى بغرفة الطوارئ في مستشفى رفيق الحريري. ومما زاد من وطأة الأزمة هجرة الأطباء من البلاد، حيث غادر من مستشفى رفيق الحريري وحده 30% على الأقل من الأطباء و 10% من ممرضاته. نحن تنقدر نتأقلم على الأعداد اضطرينا نفتح، يعني فتح طابق دغري بسرعة، زدنا أعداد العناية، أول شيء كانت عناية منها مفتوحة، فتحت من أول جديد. هذا الشيء ذكرنا بأول فترة ما كمان كان الأعداد كتير كبيرة، واضطرينا نفتح 4 عناية فائقة. ورغم نقص الأدوات لا يدخر الأطباء جهدا في تحمل المسؤولية للقيام بجولات على وحدات العناية المركزة الخاصة بفيروس كورونا، ويهدد نقص الموارد استمرار الرعاية وسلامة اللقاحات والأدوية، في حين كشف ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان أن نظام الرعاية الصحية في البلاد بلغ أضعف حالاته. نحن بظل الظروف الصعبة اللي مرقنا فيها وعدة مطبات مرقنا فيها، منها الكوفيد منها الكورونا، نحن عم نواجه مشاكل مستجدة بزيادة أعداد المرضى، يعني مش عم نلاقي محلات نحط المرضى فيهم، بنقص بالمعدات الطبية، بنقص بالأدوية. خوفني هو الانتشار بضمن عناصر الشبابية، يعني الشباب كتير، يعني عم يجوا more adverse، عم يجي أعمار صغيرة كله عم يضطر نحطه على تنفس اصطناعي، بتلاقي هيك يعني شباب بعش شبابه بعش طاقتها اللي قادرة هي مفترض تعمل شيء بالمجتمع، كلياتهم عايزين أكسجين. انقطاع الكهرباء أزمة أخرى تضاف إلى الأزمات التي يواجهها القطاع الطبي بجانب شح الإمدادات الطبية، حيث يعتمد المستشفى الآن على المولدات لمدة 12 ساعة على الأقل في اليوم.